اوكي اوكي خاطر اقول شيء حق العجم والايرانيين اللي ساكنين في البحرين، وايد انا متضايقه من ذا الشيء. اوكي انا عجميه بس بقول لهم ذا الشيء، هم عايشين في البحرين، مولودين في البحرين، اوكي اهالي كل شيء في البحرين، ناكل من هنا، كل شيء كل شيء من هنا، اقل شيء يقولون ايران ايران ايران. اذا هم عندهم ايران اهم من البحرين ومن اي شيء، انزين خلي يسافرون في ايران. والله العظيم اذا راحوا ايران بيتبهدلون، لان الشعب الايراني اوريدي مو براضي عن حكومتهم هناك، انزين. فاذا انت مولود هنا تاكل هنا تشرب هنا كل شيء هنا تسوي، انزين فليش بتقعد تقول ايران ايران ايران؟ انا ما اقول ذي الشيء، اوكي الحين العجم بيسمعوني يمكن يسبوني طز فيهم، انا ما افتكر، انزين بس صدق خلي شوف انا لاحظت شيء، انا سافرت وايد والله، لين اسافر اروح اي ديره اقول احنا عايشين هنا بخير بعز، يعني الفقير عنده 1000 تليفون 1000 سياره، اوكي في فقاره وايد كل مكان، صح ولا لا؟ في فقاره كل مكان، بس احنا وضعنا وايد احسن من دول ثانيه، بس هاي خاطر اقول، ومن زمان من زمان خاطر اقول الحكي، وان شاء الله يطلع في التلفزيون الناس يسمعون.